nasıl yapsam, hangi kapıyı çalsam. Bir an sen yanımdasın, saçlarım. بالمناسبة فتونة تحسنت ولا لسه؟ أنت شفتها اليوم؟ ما فهمت شو قصدك؟ يعني رجعت لها ذاكرتها ولا لا؟ فهمت. حسب ما بعرف ما أنا متذكرة شي بنوم ولا شي. هي بحالتها الطبيعية عقلة مو براسة، وهلأ بتكون كملت معه. جان، شو رأيك بعد العشاء نروح نرقص؟ عن جد أنا كتير ضايق خلقي، بترجاك خلينا نرقص. معقول بدك ترقصي؟ أنت حامل والمفروض بعد العشاء تروحي على البيت وترتاحي. مزبوط، على البيت فوراً. مزبوط، لسه ما طلبنا الأكل. أنا رح عند هالجرسون. جرسون، ممكن نطلب لو سمحت؟ تفضل يا خانم. أنا بدي سمك مشوي. حاضر. وكمان بدي بطاطا معه. وكمان يا ريت تنزلنا صحن سلطة. Ben özledim galiba seni, bu yüzden bu kadar sitemlerim. Sen üzülme, acıdan bu sözlerim karşımda görsen dolar gözlerim. اشتقت لك جان. اشتقت لك انا. قلت اشتقتي لي؟ ايه، يعني ما بصير الوحده تشتاق لزوجها المستقبلي؟ تعالي لعندي. canım yandı geçti çok yakmadı yaz gelir İçimi sarar aynı telaşlar, kim bilir belki de biraz başlar. Dalgalanır denizle çıkar, durulur yavaşlar, kim bilir belki de biraz başlar. Ben özledim galiba
özledim galiba seni. Bu yüzden bu kadar sitemlerim. Sen üzülme. مين شايفني بالمنام وحابب انه يشوفني من وش الصبح ومستعجل كل هالقد؟ يا الله. جان؟ ايه؟ شو عم تساوي هون ومن وش الصبح وبهالبرد يا مجنون؟ عم بستناكي هون. كيف يعني؟ عم بستناكي لحتى تفيقي. طيب كنت حاكيني على الموبايل، شو موقفك بهالبرد؟ ما حبيت فيك. يا الله. يلا تعال خلينا نجهز الفطور مع بعض. لي شو برد. ايه شو بدنا نفطر؟ هلأ بورجيك. ناجية. ها ناجية. نعم. تعرفي مديحة وين راحت؟ عم ناديرة ما عم ترد. ما بعرف شو بدي إلك اسماعيل بيك، مديحة خانون طلعت من الصبح. أكيد حملت حالة وطارت على بيت فتون. شوفي لي وين موبايلي. إيه حاضر. رح جن. شو اللي خلاها تحب فتون فجأة ما عم تقدر تقعد لحظة من دونها؟ بس إن شاء الله ما تكون خلقتها للبنت. ألو لك مديحة، وينك انت؟ صار لي من الصبح عم دور عليكي وما عم لاقيكي. اوهو انت عم تلعب مع الخواريف بمناماتك. انا كنت لبست وطلعت من البيت وهلا رايحه بوشي لعند فتون. لك يا مديحه، انت ليش ما بدك تفهمي بالحكي يا بنتي؟ ها من انت صرت تحبي لفتون كل الوقت؟ والله ما عم بفهم عليك ليش هيك عم تساوي. يعني حتى الحب بده مبرر او سبب يعني؟ انا اصلا حبي لفتون صار لزمان، بس انا عايشته بالسر، انتو ما انتبهتوا لي. بعدين صاير مثل الحمايه اللي بتسال كنتا. ناجيه ايمي الفطور، ما عاد بدي افطر، صبي لي كاسه شاي، بدي اطلع لحق هالمجنونه اللي اسمها كنتي. انا خايف تخنق لهالبنت. معك حق اسماعيل بيك. شو بدي ساوي هلا؟ صار لازم بطني يكبر ولو شوي صغيرة. شو بدك تساوي هلا رفيف خانو؟ أنا رح دبر حالي بهاد حالياً. وبعد كم شهر بحط مخدة أو أي شيء تاني. أنا شو اللي علقني بهالمصيبة هاي؟ افتحي تمك يا قندوستي، صحة. شو طيب الفطور معك حبيبي؟ يقبرني هالوش ما أحلى. كلي يلا. صح صح. سما حاش تبكي يا روحي، حاش تبكي. يلا كل شوف، يلا كل يا عمري، انت كل يا روحي، انت كل. سما حبيبي يا روحي، خلص يا روحي كل. يلا سما يلا. يا صباح الخير، كيفك رفيف خانو؟ وينه جان؟ طالع من وش الصبح من البيت، عم دق له وما عم بيرد على تليفونه. والله ما بعرف رفيف خانو،
ما بعرف وينه. احنا فايقين من الصبح بكير ومن لما فقنا ما لقينا لجان بيك هون، يمكن طلع بالليل وما انتبهتي عليه. يعني ميسون روحي سكتي هالولد، بتطلعي لفوق او بتاخديه مشوار ما دخلني. يلا حاضر. بالاذن رفيف خانم. خلص حبيبي سكوت سكوت. غليظة، مو معقولة هالمرة، اكيد مريضة نفسية ولهيك مسلولة عافيتها على الاخر. ايه رح تنزل عافيتها لانها بتضل معصبة، مو معقولة ابدا. شوف مين عم يتصل. بيرجعوا بيتصلوا بعدين، ما عندي شي بهذا الوقت. بما انهم عم يتصلوا معناتها في شي مهم كتير. اكيد ما في شي مهم، انسي. لك رد بقى جان. يي رح اشوف مين. قلت لك ما حدا مهم. مين يعني؟ خلص بعدين برجع بتصل، ما في مشكلة. مين هاد جان؟ أمي. إذا أمك مو حلوة ما ترد عليها، عيب. مو جعبالي رد. رد عليها جان، لازم ترد عليها. مين اللي جاي هلأ؟ ما فينا نقعد شوي على رواق؟ اهدي رح أفتح وشوف مين. طيب ليكي، مين ما كان يكون رح أردف وأرجع لعندك. يلا بقى. فاجأتها؟ أمي؟ إيه أمك. افتحوا لا. ليش سكرت بوشها؟ جان افتح يا عاطل يا قليل الأدب. أنا ما قلت لك أكثر من ألف مرة ما بيصير تجي لهون لحالك. خلاص أمي. صباح الخير مرت عمي مديحة، نحنا كنا عم نفطر، ليش كنتي عم تتصلي؟ بمين؟ بجان. شو عم تقول؟ ما بعرف. حماتك بتحبك مرت عمو، تفضلي افطري معنا، رح جيب لك صحن فوري. جان، كنتوا عم تفطروا لحالكم؟ اي امي، مثل ما انك شايفة كنا عم نفطر سوا، تفضلي، عادي. انت شو عم تساوي هون؟ اه؟ فهمني ليش مالك ببيتك؟ شو يعني هالحكي مرت عمي؟ ليش بيت مين هاد؟ يا ربي دخيلك فتون، انتي روحي اعملي لي فنجان قهوة حبيبتي. تكرم عينك سيادة الضابط. قلي لي كيف بتحبيها؟ وسط. على عيني، انا رح اعمل لها لمديحة خانم فنجان قهوة وسط. تعال هون طلع فيني، مرتك الحامل قاعدة بالبيت مقهورة وانت هون مع هالقزمة قاعد عم تفطر وتتسلى، شو اعمل فيك؟ وطي صوتك امي، وطي صوتك، لا تجني، فهمنا. بعدين انا من شوي اجيت لهون لاطمن عليها ولشوف اذا تذكرت شي ولا لسه. خلص يعني بقلك ما تيجي من دوني وانت بتركض من وش الصبح وما بتحاكيني؟ لو جاي بقطعة الماس كانت فادتني اكتر منك. عفوا قلي لشوف. نعم. هي ما تذكرت شي لهلا؟ مو متذكرة بنوب. يعني لساتا مفكرتكم رح تتجوزوا؟ ايه ايه مفكرة حالي خطيبتي. وطي صوتك. نشكر الله اذا بتتذكر مصيبة واذا ما تذكرت مصيبة. لا شو هالحكي، اذا تذكرت المصيبة اكبر. هيك منيح، رح نضل على تواصل. امي مع مين عم تحكي؟ سد بوزك يا قليل الادب. عم يضايقني كتير هاد، لازم جيب اللي بيستخدموهم بالأفلام أحسن. شو هالمنظر جان؟ شو بدي أقول؟ بعد ما نتزوج بدنا نغير عفش البيت لأني ماني حاببته. ليكي قلبت فنجاني، تعي افتحي لي الفال. شو يعني الصالون هنيك لازم يكون ألطف شوي؟ تفهمي احكي من عندك، سمك وقرود وسعدين ومن هالحكي، شو الصعب بهالقصة يعني؟ أكيد بتعرفي. يلا يلا خدي. ايه. مين على التليفون؟ من الشغل، من الشغل عم بيدقولي، رح أرد عليهم وارجع.
ايه رفيف؟ الو جان؟ اللي وينك انت؟ طالع من قبل الضوء من البيت؟ كان عندي شغل وطلعت. خير، شو الموضوع؟ امتى رح ترجع؟ انا بس يخلص شغلي رح ارجع على البيت. تمام؟ انا هلا اذا سالتك امتى رح يخلص شغلك ما رح ترد على سؤالي، ما هيك؟ اخ آه. خير رفيف؟ شوفي ما تكوني عم تنمغصي. ايه انا موجوعة كتير، اصلا كل الوقت انا ممغوصة، عم بتعذب هون لحالي. اخ طيب كتير موجوعة؟ ايه موجوعة كتير وما بعرف شو بدي اعمل. رفيف سكري بسرعة، سكري، استنيني، ليك تسطحي على ظهرك واتصلي بالدكتور. ماشي، ليكني انا جاي فورا، يلا باي. انا بعرف كيف بجيبك غصبا عنك جنبك. يا الله لأمتى رح اضل متحملة هالقرف هاد؟ رفيف خانم؟ شو بدك؟ لا ولا شيء، أنا كنت حابة أطلع أنا وسمعوا على الجنان شوي لأنه عم يبكي كتير، بلكي بيشم هوا نظيف وبرو. ايه طبعاً يلا اطلعوا بسرعة. الله معك. يا الله على الغلاظة. في حية صفرة كبيرة. ليك فوتون قلب الدنياني هلأ بالتصوير ولازم أطلع فوراً. ييه جان شبك، مو على أساس اليوم رح تضل عندي. برافو ابني، اطلع بتعمل منيح، روح على التصوير. إذا رايح على الشغل ما فيني إلا خليك هون، الله يوفقك. أمي أنت بتروحي لحالك، أنا مستعجل كتير. أنا ماني رايحة لأنه عندي مناوبة عند أم قوي. يلا باي حبيبتي. جان وقف، ليك قد ما كانت الساعة تكون رح ترجع ماشي؟ قد ما كان الوقت متأخر. إيه؟ أكيد. لأنه عم بشتاق لك كتير. وأنا كمان بوعدك إشي. جان؟ ها؟ سمعوا حبيبي شبك، روق شوي. أنا لوين بدي أخذك يا روحي؟ لوين؟ شو بدي ساوي؟ يا روحي اسكت كرمال الله ببوس إيدك، حاج تبكي يا عمري أنت، خلص بكفي، خلص 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 خلص، تعال تعال تعال، خلص يا روحي أنت، خلص خلص. ليك ليك الولد كيف عم يتزحلط، ليك ما أحلى، شوف كيف نزل من فوق لتحت. لا ما بيعرف يتزحلط، خلص بتزحلط أنا؟ شو ساوي لك؟ شو أعمل لك سمو؟ خلص يا روحي انت، خلص يا عمري انت، يا عمري خلص. يا الله دخلك، شو بدي اعمل كرمال يبطل يبكي هالصبي؟ يا ربي دخلك، شو اعمل له ليسكت؟ ما حد فيني يتحمل. لعبوا حبيباتي، لعبوا انتوا اهاليكم، لعبوا وانبسطوا. مرت عمي حابة اشرب شاي، بتحبي تشربي معي؟ انا ما بدي، انتي كمان بلا ما تشربي شاي. فتون عم قول، شو رأيك تعدي لنحكي شوي انا وياكي؟ ها؟ ايه طيب. بس نحنا بشو بدنا نحكي مرت عمي؟ فتون حبيبتي كيف صحتك؟ منيحة. عم يصير معك براسك أشياء مو مفهومة؟ كيف يعني؟ يعني الواحد أحياناً بيشوف كوابيس حتى وهو فايق، تماماً مثل الكوابيس اللي بيشوفها بمناماته. لا والله ما عم شوف. إيه منيح. بس شو؟ بس كأنه في فراغ كبير عم حسه جوات راسي، وبحس حالي إني عم شوف شغلات صارت معي فجأة ما عاد بشوفهم. هذا اللي عم يصير معي، كل ما بحس إني عم برجع شوفهم
بيرجع بيروح كل شيء. منيح انه عم بيروح، ليش بدك تعذبي حالك باشياء سخيفه وما إلى وجود بالمره؟ لا لا مرت عمي مديحه، انا اكيد صاير معي شيء. احسن شيء اني اتصل بدكتور مورا. شو هالحكي؟ مثل الفله وضعك. ليش؟ برأيي صاير شي معي مرت عمي مديحة ولازم أعرفه. اتصل بدكتور مراد. استني، هالقصة ما رح يمشي حالها مع هداك الدكتور النصاب. في واحد بوثق فيه وخبرته بهالمجال كتير قوية، كتير شاطر، من زمان كان يشتغل عنا بالمشفى، وإذا مصرة منحكي معه وأنا كمان بتطمن. أي مو مشكلة، ماشي، إذا حدا موثوق ومنيح وشاطر دقيقة. تمام، معناتها رح أتصل فيه ليجي فورا. طيب بس إذا اتصلتي فيه بيجي؟ بيجي بيجي، ما بيكسر لي كلمة. طيب ماشي تمام، رح قوم ضبضب لبين ما يجي. بس أنا أكيد بس يجي رح كسر له عظامه. تليفون عميرن. والله عميرن. اوه والله يا عصفورتي، عصفورة قلبي، حسيت بلهفة قبل ما اسمع صوتك. نعم مديحة خانم. امريني يا روح قلبي، انا جاهز. وقت معين رفيف خانم امتى؟ ولا مطلوب جرسون؟ ولا بدك راقص تانجو محترف؟ انا عندي كل شيء يا مدام، الصالة فاضية، الساحة الي، امريني بس. ستني عق سكوت، فتح لي مخك يا غبي. بتضلك دكتور واختصاصك علاج نفسي، اسمعني كتير منيح. بوعدك اني اشرب هالقهوة معك بعد ما تتذكري كل شي بيتعلق فيني. شوفي رفيف، شو أخبارك؟ كنت بدي أسألك عن فتون، إذا في شي جديد. والله ما بعرف شي عنا بنوب، هلأ بيجي جان، اتصل واسأله. اتصل بجان؟ لا، إذا أنت عرفتي شي خبريني لو سمحتي. يلا باي. إمتى رح تتصلي فيني يا فتون وتقليلي إنك متذكرتيني؟ إمتى؟ شو رأيك تتسطحي على هاي الصوفة مرت عمي؟ يعني قبل ما ترجع لطفولتك. بقعد على الكنباية وبقعد عنكن. عم تتمقلس أم قوي. أنتي روقي حبيبتي، ما تتوتري. لا انتي ما تقومي، خليكي مرتاحة هون، لأنه الروحة والرجعة للماضي رح تتعبك كتير. أنا شو عم خبص؟ اجيت اجيت. ليش هيك عم تدق على الباب مثل الديانة؟ مديحة خانو، أنا الطبيب النفسي ناجي جولنير، جاي يزور مريضتي. ناجي لا تفت لي بالدور هلا، وفتح أدنيك منيح. تعمل أي شيء وبتقنع الفصعونة أم قوي إنها منيحة وما فيها شيء بنوب، وإنه كل شيء طبيعي، وإنها متذكرة كل شيء، وإنه ما في أي شيء ما لم تذكرته. فهمت علي؟ حضرتك ما بتشكي من شيء، هذا اللي بدك تقوله، وكمان بتنسيها كل شكوكها. شو مهمتك؟ طمنا حديها ونسيها همومها. منيح، إذا صار في مشكلة صدقني الموت أرحم لك، كسر لك عظامك وبزتهم لكلاب الطريق بهالشتوية الباردة ليستفيدوا شوي. كلامي مفهوم؟ حرك انقبر، فوت، ما تصفون هيك، انقبر. أها أهلين وسهلين. أهلين بحضرتك يا خانوم. مديحة خانوم عطتني فكرة مختصرة عن اللي عايشتي. لس أنا شو اللي عم عيشه؟ دكتور شو عم تقول؟ هي مو عايشة شي. طبعا ما عاشت، هي ميتة الفاتحة على روحها.
يا الله منك يا دكتور ناجي، ما كان جاء على بالي اضحك بنوب. كأنه حضرتك كثير بتحب التنكيت. انا هيك طبعي. دكتور يلا خلينا نبلش بالمعاينة. طبعا لك منبلش. شو هاد بقى؟ علاج بآخر التطورات التكنولوجية؟ شوفي أنستي، أنا بحب أبدأ جلساتي وإنهيها بالموسيقى، والمفضل عندي التانجو. مديحة خانوم بتعرفني منيح. أنا ما بعرف عنك شي بنوب. إيه؟ لا هي خانوم اهدي. أنا بقصد حضرتك من باب إنه بتعرفي كل شي بالحياة. حكيت هذا الحكي معناها خلونا نبلش بالمعاينة فورا، لأنه عندي شغل إكسترا ولازم ألحق. شغل إكسترا؟ لك إجتني شغلة جرسون على الطاير ودافعين لي دبل أجاري. يا الله ما كان جاي على بالي يضحك بنوب. دمه خفيف. هو هيك راح اشرب من دمه بعد شوي. معناها حضرتك اتسطح هنيك لو سمحتي. يلا لشوف فتون خانم. ايه يلا راح اتسطح. رح تدفنك ناجي، موتك راح يكون على ايدي. مديحة خانوم، حضرتك كمان تفضلي لهنيك لو سمحتي من بعد إذنك. هيك منيح دكتور؟ أيوة لفوق كمان شوي. يلا يلا كتير حلو. تفضلي تفضلي. شكرا. يلا فتون خانوم الحقيقة لو سمحتي. أنا بلا ما أطلع لأني دخت ورح أوقع. وهلأ شوي شوي حاولي تغمضي عيونك. غمضيهم غمضيهم غمضي عيونك. فتون خانم شو اللي عم تشوفي هلأ؟ قلي لي بالتفصيل الممل. بلا ما أقول بلا ما أقول اللي شايفته بيكون أحسن. رح تقولوا هي جنت. لك لا العفو يا خانو، خلص معقول هالشي؟ قولي قولي انتي ولا يهمك، قولي لي شو شايفة. مبين مبين ان ليلة مميزة كتير. مرت عمي مديحة حاطة ريشة بتفرط ضحك على راسها. وعلى هي الغنية كأنه حضرتك ومرت عمي مديحة عم ترقصوا تانجو على المسرح ناجيبة. طفي هالموسيقى يا بلوة حياتي. طفيها. أنا بقول له نسية وزلمة جاي عم ذكرها. عمل لك نسية يا ناجي المسطول. ناجي بيك وقع فوق لمرت عمو مديحة. يا الله شو بتضحكوا. راحت الصورة. انت انتهيت يا ناجي، انتهيت نفسك بالحياة لهون وبس. شو وصيتك؟ ها؟ فتون خانم، فتون خانم خليكي جدية شوي لو سمحتي. أنا شو بدي أكون عم بعمل يعني مع مديحة خانم على المسرح؟ أنا بالمستشفى هلأ وفي بيبي بحضني وأنا رايحة أشرب مي، وناجي بيك وإنتي عم تتخانقوا وصواتكم طال على برا مرت عمي. لشو عم تتخانقوا؟ أنا بورجيك ناجي. فيق بسرعة ناجي، يلا فيقه أحسن ما أفجر بوشك. ها هلأ بتتذكر طيب كل شي وبتقوم بدها تموتني. فتون خانو، فتون خانو ليكي أنا راح أدل الخمسة بعدين بتفتح عيونك. واحد خمسة يلا فيقي. ما فقت ما فتحت عيونه. قول شو صار لناجي. أنا هلأ عروس ولابسة فستاني الأبيض. شو لابسة؟ فستاني الأبيض. ناجي انت شو عملت فينا؟ قصدك بعلاقتنا؟ ناجي يا بلوتي انت فيقة فورا لفتون. لك البنت هلأ عم تحكي كل ماضية. انا قلت لك عمال كم حركة سخيفة لتقنعها قمت نيمتها للبنت. عن جد يا بطيخ. بس يعني بتأسف منك، عن جد بتأسف كتير منك، لانه انا انسان باخد شغلي على محمل الجد ولآخر درجة. انا ما بترك شغلي ناقصة، انا ما بحب اشتغل شغلي ناقصة. افتحي عيونك فتون، افتحي عيونك، افتحي عيونك ام قوي حبيبتي. فتون فتون الحقي صوتي إلي، ما تلحقي الضو. فتون حبيبتي تعي لعندي. يلا فتون
فتون تعي لعندي. لا تحاولي مديحة خانم، شو مفكرة الطب النفسي هيك؟ يا فتون يا فتون تعي، ليش ما عم تجي لعندي يا فتون؟ قومي لعندها يا فتون، قومي. رح موتك أنا. آخ أنا كتير خفت عليكي، يلا يلا امشي فورا. يلا لوين؟ على الدكتور؟ لا ما في لزوم للدكتور، أنا اتصلت بالدكتور ناجي شرحت له الوضع، قال إذا ما في نزيف مو مشكلة. رفيف أنا ما عندي ثقة بهذا اللي اسمه ناجي، رح أخذك لعند واحد تاني صديقي. يلا تعالي. لا لا ما بدي روح لعند رفيقك، تعال فوت لو سمحت، ما بدي روح على أي مكان جان، لا تجبرني لو سمحت. رفيف أنت ليش عم بتعانديني بهالطريقة هي؟ يلا خليني أخذك. خلص أنا هلا صرت أحسن من قبل، والدكتور ناجي طمني ولو في شيء مو منيح كان قال لي. أنا كل اللي بدي إياه إنه تكون جنبي وبس. رفيف أنا حابب كتير يشوفك دكتور تاني غيره، مخصك هذا مخوفني كتير. يلا أمشي وخليني أطمن عليك. جان جان لو سمحت، أنا بدي إياك جنبي عطول، بدي إياك تكون جنبي وما بدي أي شي تاني من الدنيا بنوب، ما بدي لا دكتور ولا غيره. الذكريات الحلوة هي. لك انت شو عم تعمل؟ شردت معها؟ فيقة لك ناجي، فيقة فورا، إذا ضلت على هالحالة رح ترجع لمرحلة الطفولة. اي بس عم تحكي بطريقة كتير حلوة، لو عندي الفرصة بعمل هالحكاية مسلسل 3 أجزاء وباخد جوائز. انت شو عم تقول يا أحمق يا تافه؟ كل ما بقلك نسيها انت بتفتح لباب جديد من ذكرياتها لتتذكر؟ إذا بتتذكر كلمة من اللي قالته لما ترجع لوعيها صدقني جلدة وشك هاي رح أعمل منها كندرة. علم على كلامي. لك لعمة، كيف نسيت هالنقطة المهمة؟ شو نسيت؟ تفرجي يا عصفورتي، استني شوي أنا بتصرف. فتون خانم، لما بعد للخمسة بتفتحي عيونك وبتفيقي من النوم. تخيلك بدي تنسي كل شي حكيتي وانتي منومة مغناطيسيا، مفهوم؟ وهلأ شوفي شلون. 1 2 3 4 5. وين كنت أنا؟ كأني كنت نايمة. معناتها كنت نسيان افقش. كنت نسيان تفقش. فتون حبيبتي قولي لي لسه في شي فراغ بذاكرتك؟ فراغ؟ ابنه؟ يا رب بشكرك من كل قلبي. رح نكمل من مكان ما وقفنا بنفس اليوم وبنفس الساعة. فتون خانم؟ كل شي طبيعي، وحضرتك بصراحة عم تتوهمي بمرض مانو موجود، ولو كان في أي مشكلة كنت رح أغوص لجذور المشكلة، طالعة من صماصيم روحك واطلع فيها لبرا. بس يعني المبين أنه حضرتك مانك نسياني شي. فتون فتون بنتي يا الأجيد، افتحي لي الباب فتون. يلا بنتي افتحي الباب. زدلي على الباب. مدوحتي هالزلمة شو جاي يعمل هون؟ قوم ناجي لك فز بسرعة اطلع خبى على البلكون. إذا شافك هون مصيبة. استنى استنى هذا الباب بده فتح. كيف بدي اشرح؟ عم بفتحه مدوحتي والله عم بفتحه. طبيب نسائية شو عم بيعمل عم فتون؟ يلا شباك ما فتح، تخبى ورا البرداية، تخبى ورا البرداية. ماشي ماشي يلا يا مصيبتي، انت فوت وخلصني لشوف رح يزلطني، رح انجلط ويوقف مخي. يا ربي ليش عم يصير معي هيك؟ شو مديحة؟ شايفك انخطف لونك أول ما شفتيني. شو هالحكي هذا عمي؟ يا عيب الشوم، أهلين وسهلين. أهلين مدوح. أهلين وسهلين جدي، تفضل. والله شئت ليك. وأنا كمان. بنتي الحلوة. مرت عمي وينه الدكتور؟ طلع على التواليت. قلتي دكتور؟ ليش هو الدكتور؟ مين فيكم المرضان؟
ما في شي جدي، أنا رح أشرح لك. مرت عمي مديحة كرمال يرتاح بالها جابت لي دكتور ليطمنا. مديحة شو صار لي؟ بنتي أنت منيحة؟ لك مديحة شو صار لي؟ عمي مديحة؟ مرت عمي مديحة؟ منيحة منيحة. جيب لك كاسة مم؟ صرتي أحسن؟ كأنك صرتي أحسن. ايه؟ شو راح المغص؟ إيه راح المغص. شو يا أزعر، رح تكون عاقل مثل أمك؟ إيه جان. جان بدي أقول لك شغلة، عم فكر إنه أطلع أولاد برا البلد، يعني بدل ما أهلي ينزلوا لهون نحن منسافر. ممكن، يعني فكرة معقولة كتير، ليش لا؟ حتى لو منروح بعد شهر أو شهرين، لأنه بتعرف بآخر كم شهر ممنوع أطلع بالطيارة. يعني فكرة معقولة، بس بتعرفي سمعوا بأمانتي وما فيني أتركوا هالفترة. شو رأيك نحكي مع دكتورك وبعدين منفكر بحل هالقصة؟ طيب بحكي بعد شوي، أكيد تغيير المكان رح يفيدنا نحن اثنين، قصدي نحن ثلاثة. أنا انتهيت، رح أدفن حياتي المهنية الطويلة بعالم الكذب بهاللحظة واليوم. أنتوا سمعتوا الصوت؟ إيه؟ أنا سمعته. من وين طلع هالصوت؟ كأنه في حدا فوق، والصوت كان كتير قوي. ما يكون الدكتور وقع، لا يكون وقع بالحمام وغاب عن الوعي وداخ. رح أقوم شوفه للزلمة. استنى جدو جاي معك من الطعصة. تعي معي بنتي تعي، خدي مني الجاكيت. ايه يلا على عيني. طلع من عندك بسرعة يا تافه، ليش واقف؟ اطلع لك، يلا روح روح من وشي. يلا شنطايتي شنطايتي بالأول، الشنطة رح بلش فيك وشنطايتك. يلعن اليوم اللي عرفتك فيه ناجي، كل شوي بتحطني موقف أضرب من اللي قبله. انقلع انقلع. شو ما لقينا حدا، وينها؟ ما بعرف. ناجي بيك؟ حضرتك شو عم تعمل هون؟ دكتور ناجي، كنا عم ندور على حضرتك فوق وانت واقف هون. صح كان هون، بس هلأ ماشي لأنه عنده موعد مع مريضة تانية، بلا ما نعطله. مع السلامة. مديحة خانم معها حق، أنا لازم أمشي. بالإذن يا خانم، بالإذن منك يا بيك. مع السلامة. يلا جدي تعال. نفتنا كمان هالمرة عصفورتي. أنا بعرف منيح كيف أصل لك لسانك، بس حميد ربك إنه عمي عم يتزورنا. يلا مع السلامة. شو مش اللي لازم أعرف دخلتي الخاصة؟ ها؟ أنا طالع لبرا شميني شوية هواء نفسي. إيه شم شم عمي، شم عني كمان. ناجي بيك؟ دكتور ناجي؟ بس دقيقة. ناجي بيك، بصراحة حابب أفهم منك شغلة. يا ترى شو سبب اهتمام حضرتك بمديحة؟ دكتور كنتها وشاركتها بالرقصة، وأكثر من مرة شفتك معها، ومو بس هيك، وين ما بتكون بلاقيك ناطيط. وبعدين صرت دكتور والعيلة وعم تعالجون، يعني ممكن أفهم في اهتمام خاص منك من اللي عم فكر فيه أنا. والله ما بعرف شو بدي أحكي يا بيك. قول قول عزيزي، ما تتردد ولا تستحي. ليك حسب مبين معي، حضرتك بتكن مشاعر خاصة تجاه مديحة. Kapıyı çalsam bir an sen yanımdasın, saçlarımda tadımdasın, sonra işte.